كم عدد الأديان السماوية؟ الأديان السماوية الزبور والتوراة تمام والإنجيل تمام والإسلام. ما شاء الله عليك ما شاء الله. استنى إجابة خاطئة. إيه اللي خاطئ؟ إنما هو يا عمي اصبر، هو كسب هو كسب. إنما هو دين واحد. دين واحد إيه أنت؟ دين قال لك الأربعة، الزبور والإنجيل والتوراة والقرآن. إيه اللي إيه؟ اسمع لقول الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، فإنما هو دين واحد، فما نزل على نبي الله موسى ونبي الله عيسى ونبي الله إبراهيم فهذه شرائع وليست أديان. فنبي الله موسى دينه الإسلام وشريعته التوراة، ونبي الله عيسى دينه الإسلام وشريعته الإنجيل، ونبي الله إبراهيم دينه الإسلام وشريعته الحنيفية. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فدينه الإسلام وشريعته الإسلام، وهنا اتحد الدين مع الشريعة. الله أكبر.